مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم كيك الحليب السخن. كيك كتير كتير طري وسهل بالتحضير، أروع من هيك كيك ما في، كتير كتير روعة بهيدا الشكل وكتير فلافي. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط البيضتين بالخلاط، ثلاثة أرباع الكوب سكر، ربع كوب زيت نباتي، بتخفقهم بالخلاط منيح ليدوب عنا السكر. خلصنا الخفق بالخلاط، حطهم بالجاط، بنخل فوق كوب طحين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبحط رشة صغيرة ملح. عطول الكيك من الأفضل ندخل الطحين أو الكاكاو. هلأ بحط ربع ملعقة صغيرة فانيلا، بخلطهم مع بعض. بعد ما خلطتهم وصاروا بهيدا القوام، هلأ بكفي أنا وياكم طريقة تحضير الحليب. بالطنجرة بحط نص كوب حليب، منحط زبدة، ملعقة، اثنين، ثلاثة، حطينا ثلاث معالق طعام زبدة. بسخنهم على الغاز، سخنهم على الغاز لتذوب عنا الزبدة. بعد ما سخن عنا الحليب ودابت الزبدة تماما، هلا بشيلهم وبحطهم فوق الخليط اللي عملته انا وياكم. هول الزبدة والحليب بحطهم فوق الخليط، بخلطهم مع بعض. بس خلطنا الخليط وصار بهيدا الشكل، هلأ صار جاهز لنحطه بالقالب. بسم الله. عم حمل الفرن على درجة حرارة 170 من الأعلى والأسفل، هلأ منحط الكيك بالفرن. هيدا الكيك أخذ بالفرن 40 دقيقة، هلأ بدنا نشيله من القالب. بدنا نشوف كيف طلع من الداخل. واو، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.